بعد صلاة العيد سيفتح مذبح الحراش أبوابه لمباشرة عملية نحر الأضاحي خلال يومي العيد وعلى مدار 24 ساعة، فالمذبح كيف نشاطه مع الظرف الصحي الاستثنائي؟ يجب على المواطنين ارتداء الكمامة واحدة، الأضحية لازم يكون معها واحد اللي عنده الحق باش يدخل للمذبح. فيما يخص النظافة، أعوان النظافة مجندين خلال اليومين، أعوان الصيانة، تقنيين في التبريد، المصلحة البيطرية. الناس اللي ما عندهاش أماكن، ولا اللي عندها الضيق، ولا اللي ما عندهاش اللي يذبح لها، ما يعرفوش يذبحوا، يتوجهوا لهنا للمذبح. رانا خدينا تدابير الوقائية، قصينا أقصى الحدود تاع التدابير الوقائية باش يدخل المواطن واحد مع الخروف تاعو، ما يقدروش يدخلوا زوج ويكون داير الكمامة تاعو. وحنا المذبح تاعنا يكون معقم، لأن نعقموه مرتين في السمانة، المذبح تاعنا يكون معقم ويدخلوا لهنايا. عندنا الدباحين اللي بروفيسيونيل لهنايا، خمس دقائق يذبحوا له الكبش تاعو ويتوكل على ربي. عمال المذبح من بياطرة ومختصين في النحر وعمال نظافة مجندون لاستقبال الراغبين لنحر أضاحيهم شرط التقيد ببنود البروتوكول الصحي الذي اعتمدته وزارة الفلاحة. ماذا بينا المواطنين كيجيو بيجوش كامل لافامي، واحد يجي يدخل المشية تاعو تنذبح البيطرة يشوفها ويعود يولي، كل إيفيتي باش يكون التباعد، ما لازمش يكونوا كامل في بطوار كامل الغشي يدخل في البطوار الواحد. لهنا خدمه نظيفه بالكروشيات بالمعلاق، خدمه نظيفه لهنا خير من برا، يتوسخ له وبعد يفوح له، يخلي المبعر تاعه يفوح له الحم. هنا بالطبيب نخدموا بالطبيب حنايا، وخدمه نظيفه نمسحوا له الغلمين سليكيها له مليح، ومهما مبرد لهنا مليح يخليها هو في السمش معلقه يفوح له الحم. هنا بالبطوار خير. بغرض تقديم الخدمات الضرورية المرتبطة بالمرفق العام، يعمل مذبح الحراش على تسهيل عملية النحر مع وضع قواعد تراعي شروط السلامة الصحية لتفادي انتشار وباء كورونا أثناء أداء هذه الشعيرة.